زين، احنا دائما مواطنين عندهم فد فوبيا او فد خوف من هكذا تداخلات تجرى للعمود الفقري. نعم. يعني نحكيها انه بصراحه مرات مثلا الاطفال يجينا اشتباه مثلا اصابه بالسحايه ونحتاج ان نسحب من السائل الشوكي، يتصورون انه هذه الابره اللي راح تدخل هي راح تسبب شلل مثلا. نعم. اذا دخلت الى القناه الشوكيه او صحيح. اصابت الحبل الشوكي. صحيح. زين، كيف اذا هم دا يشوفون هذا الحجم الكبير فعلا هو احنا تواجهنا هيك شيء يعني؟ نعم. والمريض عاده يطرح هيك اسئله فاحنا ممكن انه يرفض اصلا؟ طبعا ممكن ومن حقه الرفض. زين. لان احنا يعني ما نجبر اي مريض. نعم. على علاج معين، بس احنا يعني من واجبنا ان نوضح انه هاي العلاجات تجرى وبشكل شائع وباستمرار. ف آمنة نسبيا، ما بها مضاعفات، نسبيا آمنة جدا، لكن يعني في نفس الوقت نقول له هناك امور يعني ممكن تصير طارئة او قليلة جدا يحتاج انه يخلي في باله. يعني انا دائما اضرب مثل للمريض، اقول له مرات واحد يضرب ابره بالعضله. نعم. والابره تتحول الى التهاب وخراج وغيره ويصير عمليه جراحيه. فاللي علينا احنا نجري كافه المعقمات والمكان هو صاله عمليات. نعم. وكل الاجراءات نجريه. فهذه يعني خلينا نقول بعض المضاعفات تكون يعني قليله جدا. زين. فمن غير المعقول الاهتمام بها اكثر بهواي من العمليه الجراحيه. نعم. النقطة الأخرى اللي نطرحها المريض في حالة أنه أنت رفضت هذه التداخلات، ما هو الخيار؟ نعم. أنت جربت كل الأدوية وما صرت ترجع على الجراحة، راح تروح على الجراحة، والجراحة أكيد يعني راح تكون أكثر عرضة إلى المضاعفات من هذا التداخلات غير الجراحية. نعم. مع أهمية الجراحة للحالات اللي هي تستوجب جراحة. اللي تستوجب جراحة. زين.